بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى: باب في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه. باب في القرآن، أي في بيان أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل من عند الله، تكلم الله به وسمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم لأمته، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. هذا هو سند القرآن، وهو كلام الله منزل غير مخلوق. الجهمية يقولون إن كلام الله مخلوق، الله لا يتكلم، والقرآن مخلوق وليس هو كلام الله، فيكذبون الله سبحانه وتعالى، فإن الله أخبر أن القرآن كلامه وأنه هو الذي أنزله، ولم يقل إنه خلقه، إنما قال أنزله في آيات كثيرة. وإنه لتنزيل رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة وأنزلنا إليك الذكر، فهو منزل من عند الله، ليس في آية واحدة أن الله قال خلق أنه خلقه. فمن أين جاءت الجهمية الخبيثة لأن القرآن مخلوق؟ إنما يريدون نفي، يريدون بذلك نفي صفات الله عز وجل، نفي أسماء الله وصفاته، ويلحدون في آيات الله ويجادلون فيها. فأهل السنة والجماعة انبروا لهم وردوا عليهم بالأدلة من الكتاب والسنة، وهذا الباب هو في هذا المعنى، الرد على الجهمية افترائهم على الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل قال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل أنكرت قريش نبوته ورسالته وضايقته
ومنعته من أن يبلغ ما أنزل إليه، فكان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل التي تأتي إلى مكة في موسم الحج، يعرض نفسه من يحميه ليبلغ كلام ربه، هذا محل الشاهد كلام ربه، فسماه كلام، سمى ما أوحى الله إليه كلاما من الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها، وكل حدثني طائفة من الحديث. قالت: ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. نعم، قصة عائشة في الإفك الذي افتراه المنافقون على عائشة رضي الله عنها، وأهمها ذلك جداً وأثر عليها، فأنزل الله سبحانه وتعالى براءتها، أنزل الله براءتها ورد على المنافقين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، إلى قوله سبحانه وتعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون. آيات أنزلها الله من سورة النور في براءة عائشة رضي الله عنها: أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فأنزل الله براءتها بعدما حصل عليها من الضيق والشدة والكربة من اتهام المنافقين، قبحهم الله، وحتى أنهم أثروا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكدروا باله وضيقوا عليه في هذه الفرية، فأنزل الله سبحانه براءتها. ما كانت تتوقع أن الله ينزل قرآنا في شأنها، ولكن كانت تتوقع أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا من ربه تبرئها، لكن الله جل وعلا تفضل عليها وعلى الأمة، برأها وأخزى المنافقين وأنزل فيها قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. ومع هذا الشيعة يكذبون الله ويكذبون القرآن، ولا يزالون يحيون هذه الفرية قبحهم الله، لأنهم يريدون الطعن في الإسلام، فهم يلتمسون أمثال هذه الشبهات ويحيونها، فهم مكذبون لله عز وجل، مكذبون لرسوله، مكذبون لإجماع المسلمين، وهذا كفر بالله عز وجل الذي لا يبرئ عائشة مما برأها الله منه، كافر، أنه مكذب لله، كذب للقرآن، فهو كافر، طاعن في زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وفراش النبي صلى الله عليه وسلم، ما أشد من هذا الكفر.
نسأل الله العافية. الشاهد منه أنها قالت ما أن يتكلم الله بي، يتكلم، وصفت الله لأنه يتكلم، فدل على أن الله جل وعلا يتكلم ردا على الجهمية الذين ينفون عنه الكلام. ونفي الكلام صفة نقص، فهم يتنقصون الله، لأن الذي لا يتكلم ناقص ولا يصلح أن يكون ربا، كيف يأمر وكيف ينهى وكيف يشرع لعباده وهو لا يتكلم؟ والله سبحانه عاب على آلهة المشركين أنها لا تتكلم. فقال سبحانه وتعالى في بني إسرائيل أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا، يعني العجل الذي عبدوه، ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع، ألم يروا أنه لا يكلمهم، ألم يروا أن العجل لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ الذي لا يتكلم لا ليس بإله وليس برب، ليس بإله وليس برب. فالذي ينفي عن الله الكلام يتنقص الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن عمر قال أخبرنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مجالد عن عامر يعني الشعبي عن عامر بن شهر قال: كنت عند النجاشي فقرأ ابن له آية. كنت عند النجاشي. نعم. فقرأ ابن له آية، آية من الإنجيل، فضحكت فقال: أتضحك من كلام الله؟ نعم. وهذا النجاشي ملك الحبشة الذي كان نصرانيا ثم أسلم رحمه الله، كان يقرأ آية من الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، فضحك ابن له لما سمع الآية فأنكر عليه، قال: أتضحك من كلام الله؟ دل على أن الإنجيل كلام الله، وأن التوراة كلام الله، وأن القرآن كلام الله، وأن الكتب المنزلة من عند الله أنها كلام الله سبحانه وتعالى. هذا فيه وصف الله جل وعلا بالكلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ثم يقول: كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قال أبو داود: هذا دليل على أن القرآن ليس بمخلوق. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بن علي، بمعنى أنه يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة. وذكر أن إبراهيم وإسماعيل يعوذون أيضا ذريتهم بكلمات الله، والمراد بكلمات الله كلامه سبحانه وتعالى من القرآن وغيره. أدل هذا على أن القرآن غير مخلوق كما يقول أبو داود رحمه الله، لأنه لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق،
فلو كان القرآن مخلوقا لم يعوذ به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن القرآن صفة من صفات الله، والاستعاذة بالله أو بصفة من صفاته مشروعة. فهذا فيه الرد على الجهمية، أن القرآن لو كان مخلوقا لما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالاستعاذة به، لأنها لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق. الاستعاذة بالمخلوق شرك، الاستعاذة بالمخلوق شرك. فلو كان القرآن مخلوقا كما تقوله الجهمية لكانت الاستعاذة به شركا بالله عز وجل، هذا واضح. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن الحسين ابن إبراهيم وعلي بن مسلم قالوا حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفا فيصعقون، فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل، حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ فيقول الحق، فيقولون: الحق الحق. نعم، هذا جاء في عدة أحاديث أن الله إذا تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رعدة أو رجفة من هيبة كلام الله سبحانه وتعالى، فإذا سمع الملائكة ذلك صعقوا، يعني غشي عليهم من عظمة كلام الله وهيبته، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما شاء، ثم يمر جبريل على الملائكة إذا زال عنهم الفزع. أول من يزول عنه الفزع جبريل، ثم الملائكة يزول عنهم الفزع والغشي ويستيقظون، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني أزيل عنهم الفزع. مر عليهم جبريل أمين، لأن جبريل هو أمين الوحي، يسألونه: ماذا قال ربنا؟ يعرفون أن هذا الذي حصل وها الرجفة و الخشوع الذي ارتجفت منه السماوات وارتعدت والملائكة أيضا صعقوا وغشي عليهم، يعرفون أن هذا لكلام الله سبحانه وتعالى، أن الله تكلم بشيء، يعرفون أن الله تكلم بشيء، فيقول: قال الحق، قال الله، قال أي قال الله الحق، فيقولون كلهم: قال الحق، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ما قالوا، قالوا الحق وهو العلي الكبير. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في الشفاعة. فعرفنا من هذه الأحاديث كلها أن القرآن كلام الله، هذا في الأحاديث، في القرآن آيات كثيرة أن القرآن كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ما قال حتى يسمع كلامك كلام الرسول، بل قال حتى يسمع كلام الله وهو القرآن، يريدون أن يبدلوا كلام الله، كلام الله فيه وصف الله جل وعلا بالكلام في آيات كثيرة أن القرآن كلام الله جل وعلا،
وليس مخلوقا كما تقوله الجهمية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام بن حرب. هذا الباب الشفاعة، باب الشفاعة. الشفاعة هي الوساطة في الخير أو الشر، هي الوساطة، يكون لشخص حاجة عند أحد فيأتي واحد يتوسط له في قضاء حاجته عند من هي عنده، فهي الوساطة، الوساطة في تحصيل المطلوب. سميت شفاعة لأن طالب الشيء كان منفردا في الطلب ثم جاء آخر وانضم إليه وشفعه، انضم إليه في طلب الشيء فصار شفعا بعد أن كان وترا، صار الطالب شفعا، الذين يطلبونه صاروا اثنين، الشافع والمشفوع له، صار شفعا بعد أن كان الطالب فردا وترا. هذا وجه تسميتها للشفاعة. والشفاعة تكون عند الله وتكون عند المخلوقين الذين عندهم حوائج الناس. الشفاعة عند المخلوقين إن كانت في تحصيل خير فهي طاعة وفيها أجر، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسانه ما شاء. فالذي عنده جاه عند الملوك أو عند الأمراء أو عند المسؤولين عنده جاه، ينبغي أنه يبذل جاهه لمساعدة المحتاجين وأصحاب الطلبات، لأن هذا من فعل الخير ومن الشفاعة الحسنة. أما إذا كان الطلب محرما فلا تجوز الشفاعة فيه، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها. الشفاعة في الشيء المحرم لا تجوز، كالشفاعة في إسقاط الحدود مثلا، يجب حد على شخص إما قصاص وإما حد زنا أو شرب، فيأتي شخص ويحول دون تنفيذ الحد، يحول دون تنفيذ الحد ويحمي من وجب عليه، هذا لا يجوز، يجب تنفيذ الحدود على الضعيف وعلى الغني وعلى الشريف وعلى غير الشريف، على الفقير وعلى الغني، يجب تنفيذ الحدود ولا تجوز الشفاعة فيها. وهذا من الشفاعة السيئة، من الشفاعة السيئة. أو إنسان ظالم يأخذ أموال الناس ويأخذ ويتعدى عليهم ويشتكونه، فيأتي واحد يشفع فيه فلا يؤخذ منه الحق، ما يؤخذ منه الحق، هذه شفاعة سيئة. الشفاعة التي تحول دون حقوق الله أو حقوق المخلوقين شفاعة سيئة، هذه الشفاعة عند الخلق إما أن تكون حسنة وإما أن تكون سيئة. إن كانت حسنة ففيها أجر، إن كانت سيئة ففيها إثم. أما الشفاعة عند الله جل وعلا وهي الدعاء، أن تدعو لأخيك إنسان محتاج فأنت تدعو الله أن يقضي حاجته، هذه شفاعة، إذا دعوت الله لأخيك
فقد شفعت له عند الله سبحانه وتعالى. الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند المخلوقين. الشفاعة عند الله لا تجوز إلا بشرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه ممن يرضى الله قوله وعمله، وهو المؤمن. المؤمن الذي استحق عقوبة من الله، استحق عذاب، استحق دخول النار بذنبه وهو مؤمن، هيأتي واحد يشفع له، يأذن الله لمن يشفع فيه يشفع، هذه شفاعة حق، شفاعة حق. فإذا توفر الشرطان إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع، الشفاعة صحيحة. إذا اختل شرط منها فهي باطلة. أما المخلوق فيشفع عنده وإن لم يأذن وإن لم يرضى حتى. المخلوق يشفع عنده ولو لم يأذن ولو لم يرضى. أما الله جل وعلا فإنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذن، ولا يشفع في أحد إلا من أهل الإيمان. لا تجوز الشفاعة في المشركين والكافرين ولا تقبل، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع، شفيع يطاع. هذه هي الشفاعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا بسطام قال حدثنا بسطام بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نعم، الشفاعة أنواع. الشفاعة أنواع، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مشترك بين النبي وغيره. أما الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة العظمى، المقام المحمود، وذلك أن الخلائق يوم القيامة إذا طال عليهم الحشر والقيام في المحشر يطلبون من يشفع لهم عند الله ليريحهم من المحشر والوقوف والضنك، فيأتون إلى آدم فيعتذر، يأتون إلى نوح فيعتذر، يأتون إلى موسى فيعتذر، يأتون إلى عيسى فيعتذر، يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيتقبل ويقول أنا لها، ثم يذهب ويسجد بين يدي الله ولا يزال ساجدا يدعو ربه حتى يؤذن له ويقال له ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيشفع عند الله في أن يقضي بين عباده وأن يريحهم من المحشر والقيام الطويل، فيقبل الله شفاعته بعد إذنه سبحانه وتعالى. هذه الشفاعة المقام المحمود، خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة في أهل الكبائر من المؤمنين فهذه تكون للنبي صلى الله عليه وسلم، وتكون لغيره من الأولياء والصالحين ومن الأطفال الأفراط، تكون الشفاعة مشتركة، فيشفع في أهل الكبائر من المسلمين، إما بأن لا يدخلوا النار
وإما بأن يخرجوا منها بعد دخولها، وهي الشفاعة حق ثابتة عند أهل السنة والجماعة، ولا ينكرها إلا ما ينكرها إلا أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر، يقولون من دخل النار لا يخرج منها، وهذا باطل، لأن النار يدخلها عصاة الموحدين ويعذبون فيها ثم يخرجون منها، وإنما الذي يخلد في النار هو الكافر أو المشرك. فالشفاعة في أهل الكبائر حق ثابتة، ولا ينكرها إلا المبتدعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء قال حدثني عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. نعم، يدخل النار أقوام بذنوبهم، يعني وهم مؤمنون ليسوا كفارا، هم مؤمنون لكن يدخلون النار بذنوبهم، فيخرجون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، يشفع لهم عند الله جل وعلا ويخرجهم الله من النار، وكذلك بشفاعة غيره من الأنبياء والصالحين والأفراط الذين يموتون وهم صغار يشفعون لآبائهم عند الله سبحانه وتعالى. هذه هي الشفاعة التي هي محل خلاف بين أهل السنة والمبتدعة، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أناس دخلوا النار فيخرجون منها بشفاعته صلى الله عليه وسلم، وفي قوله في الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين دليل على أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين بإذن الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الذين يخرجون من النار يسمون بالجهنميين تمييزا لهم عن غيرهم، وليس هو من باب التنقص وإنما هو من باب التمييز بينهم وبين من دخل الجنة بدون عذاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون. نعم، الله جل وعلا ذكر أن أهل الجنة يأكلون فيها مما رزقهم الله، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة، فهم يتنعمون فيها بالأكل من الفواكه واللحوم وغيرها مما أكرمهم الله به، ويشربون من الماء ويشربون من اللبن ويشربون من العسل ويشربون من الخمر التي ليس فيها غول، الخمر الطيبة التي ليست مثل خمر الدنيا الخبيثة، خمر الجنة طيبة ومنزوعة منها الآفات التي في خمر الدنيا، فهم يشربون، يأكلون مما في الجنة ويشربون ويتلذذون بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في ذكر البعث والصور. يوم القيامة فيه مواقف وأهوال كثيرة، فيه مواقف وأهوال كثيرة، أولها فتنة القبر
وعذاب القبر أو نعيمه، والناس في هذه الدنيا ينتهون إما بالموت بالنسبة لكل فرد، إما بالموت بالنسبة لكل فرد إذا تم أجله، فإذا مات دخل القيامة، دخل اليوم الآخر من حين يموت وهو ينتقل من الدنيا إلى الآخرة. هذا بالنسبة للأفراد. أما بالنسبة للمجموعة الخلق فإنهم ينتهون عند قيام الساعة، عند قيام الساعة تقوم الساعة فيموت من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ونفخ في الصور فصعق، يعني مات من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ممن لا يموتون من خلقه سبحانه وتعالى. ثم نفخ فيه أخرى، هذه نفخة البعث، الأولى نفخة الصعق والموت، والثانية نفخة البعث، وبينهما فترة الله أعلم بها. ثم نفخ، لأنه قال ثم، وثم للتراخي، دل على أن بين النفختين فترة. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، ينفخ إسرافيل في الصور الذي فيه الأرواح، والصور هو القرن، لا يعلم عظمه إلا الله، تكون فيه الأرواح، فإذا نفخ فيه طارت الأرواح إلى أجسادها، طارت إلى أجسادها، تدخل كل روح في جسدها، ثم يقومون من قبورهم قيام ينظرون، يقومون من قبورهم، ثم يساقون إلى المحشر من القبور، ثم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يسيرون إلى المحشر لا يتخلف أحد. نعم. قال رحمه الله، قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد. الباب وش باب؟ أيه؟ باب في ذكر البعث والصور. ذكر البعث، البعث من القبور بعد الموت، والصور الذي هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، ينفخ نفختين، نفخة الأولى نفخة الصعق، والنفخة الثانية نفخة البعث. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أسلم عن بشير بن شغاف عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور قرن ينفخ فيه، ينفخ فيه. الصور قرن، وهذا القرن لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك قال الصور قرن ينفخ فيه، ينفخ فيه، ينفخ فيه الملك، نفخ في الصور. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجب الذنب، كل ابن آدم تأكل، نعم، تأكل الأرض إلا عجب الذنب منه خلق، إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. نعم. الأموات يفنون وتتحلل أجسامهم، تصير ترابا، تتحلل أجسامهم وتصير ترابا،
تعود ترابا كما كانت إلا شيئا واحدا وهو عجب الذنب، وهو حبة صغيرة، حبة صغيرة في أسفل العصعص، هذه لا تفنى تبقى في الأرض، ومنها يركب الإنسان عند البعث، من هذه الحبة يركب الإنسان عند البعث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في خلق الجنة والنار. نعم، الجنة والنار مخلوقتان الآن موجودتان، كما قال تعالى في النار أعدت للكافرين، قال في الجنة أعدت للمتقين، ومعنى أعدت أنها موجودة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للنار نفسين، نفسا في الشتاء وذلك شدة البرد، ونفسا في الصيف وذلك شدة الحر، فدل على أنها موجودة، دل على أنها موجودة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، دل على أن جهنم موجودة وأن شدة الحر من فيحها. وكان جالسا صلى الله عليه وسلم في أصحابه إذ سمعوا وجبة أي شيئا سقط، فقال صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في من شفير جهنم منذ 70 خريفا، فالآن وصل إلى قعرها، الآن وصل إلى قعرها، دل على أنها موجودة، على أن النار موجودة. نعم. ومما يدل على أن الجنة موجودة والنار موجودة الآن أن الميت إذا وضع في قبره وسأله الملكان، فالمؤمن يفتح له باب إلى الجنة يأتيه من طيبها وروحها، والمنافق والمرتاب يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، دل على أنها موجودة، أنهما موجودتان ومخلوقتان. نعم. قال: باب في خلق الجنة والنار. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها، ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. نعم. هذا الحديث فيه أمران: الأمر الأول أن الجنة والنار مخلوقتان، أن الله خلقهما وأعدهما وأمر جبريل أن ينظر إليهما، النظر لا يكون إلا إلى شيء موجود. والأمر الثاني أن الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات،
وهذا خطر عظيم جدا. فالجنة حفت بالمكاره، يعني تحتاج إلى أعمال، إلى صلاة، إلى صيام، إلى جهاد، إلى بذل أموال، تحتاج إلى أعمال صالحة، والأعمال تشق على النفوس، تشق على النفوس. ولذلك يقل من يتحمل ويصبر على أعمال الجنة، لأنها تحتاج إلى قيام ليل، تحتاج إلى صيام نهار، تحتاج إلى جهاد في سبيل الله، جهاد للنفس وجهاد للشيطان وجهاد للعدو، جهاد للمنافقين، تحتاج إلى صبر. ما تدخل إلا بعمل، والعمل يحتاج بعمل صالح، والعمل الصالح يحتاج إلى صبر، فيه مشاق، ولا يصبر عليه إلا أهل الإيمان القوي وأهل اليقين، قليل من يصبر. فلذلك خاف جبريل ألا يدخلها أحد بسبب المشقة التي تكون في العمل الصالح الذي يوصل إليها. أما النار فإنها حفت بالشهوات، والنفوس تريد الشهوات، النفوس تتهافت على الشهوات، فخشي جبريل ألا ينجو أحد من النار، لأنها محفوفة بالشهوات المرغبة والتي تجذب النفوس، وكثير من النفوس تريد الشهوات ولا تريد المكاره والطاعات والمشاق، فخشي جبريل ألا ينجو أحد من النار. وهذه حكمة من الله جل وعلا، وابتلاء وامتحان، أن الجنة حفت بالمكاره وأن النار حفت بالشهوات، لأجل يتميز المؤمن الصادق في إيمانه والجاد في طلبه من المنافق والكسلان والعاجز والذي يتبع الشهوات. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يلقون غيا. فالذي يريد الجنة يصبر على الطاعات والمشاق، والذي يريد النار يتنازل مع الشهوات وينحدر مع شهوات الفرج، شهوات البطن، شهوات النفس، ينحدر معها ويكون مآله إلى النار. نعم. وإلا كل يريد الجنة وكل يريد النجاة من النار، لكن الفرق في فعل الأسباب، هذا هو الفرق. يريد الجنة ولا يعمل لها، يريد النجاة من النار وهو يعمل لأعمالها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. قال سبحانه: وقال سبحانه وتعالى: فأما في سورة النازعات، في سورة النازعات: ونهى النفس عن الهوى، ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالجنة لا بد أنك تنهى نفسك عن الهوى والشهوات. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالنفس تحتاج إلى أن تنهى عن الهوى، وإلا فإنها تهوي
في النار والعياذ بالله. نعم نقبل يا شيخ الأسئلة. نعم أسئلة ونقبل. وش وقفت عليه؟ باب في الحوض. نعم طيب أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وعظم لكم الأجر والمثوبة. يقول السائل سماحة الشيخ ما هو الشاهد من حديث جابر رضي الله عنه؟ ما هو الشاهد من حديث جابر رضي الله عنه إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون لباب الشفاعة؟ بيان للجنة، بيان في ما في الجنة من المآكل والمشارب، تابعه تابع للأحاديث، ما هو مستقل، ما أورده مستقلا وإنما أورده في سياق الأحاديث التي وردت في الشفاعة. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل ما روي عن مجاهد رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم يقعد على العرش وأن ذلك هو المقام المحمود، هل يصح منه شيء وجزاكم نعم الله نعم خيرا؟ هذا صححه ابن جرير وغيره من الأئمة أن المقام المحمود أن الله يجلس محمدا صلى الله عليه وسلم معه على العرش، وهذا راجع إلى الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، لا إنكار في هذا، المهم ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ثبت فنحن نؤمن به. نعم ولا نتدخل أو نستغرب شيئا، الله جل وعلا هو الذي قضاه ورضيه وأكرم به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل ما حكم التسمي بهذه الأسماء عبد الحق، فضل الحق، شمس الحق؟ الحق من أسماء الله، يقول يجعلونه من أسماء الله ولذلك يعبدون له، عبد الحق، شمس الحق إلى آخر. لا، شمس الحق هذه ليست مثل عبد الحق، شمس الحق يعني الشيء البين، أنه شيء بين مثل الشمس، بين حقا مثل الشمس. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الشفاعة العظمى يشترط فيها الرضا من الله عز وجل؟ نعم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع ابتداء وإنما يسجد بين يدي ربه يستأذنه، فإذا أذن له شفع. وأما الرضا هذه شفاعة عامة للمؤمن والكافر، ما يشترط لها الرضا، وليست هذه لدخول الجنة، هذه ليست لدخول الجنة وإنما هي لإراحة أهل الموقف فقط، إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل هل ثبتت شفاعة أهل الأعراف؟ نعم هل ثبتت شفاعة أهل الأعراف؟ لا أعرف شيئا منه. نعم أهل الأعراف والله أعلم هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لم يدخلوها وهم يطمعون، لم يدخلوا الجنة لكن يطمعون في دخولها. نعم أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل هل المسافة من جدة إلى مكة في هذه الأيام مسافة سفر يترتب عليها أحكام السفر؟ لا، تقاربت مكة وجدة، لم يبقى بينهما مسارة مسافة خالية، لم يبقى بينهما مسافة خالية من المباني تبلغ 80 كيلو، فتقاربت فصار ما بين جدة ومكة ليس مسافة قصر بسبب تقارب بنيان البلدتين. نعم كانت في الأول مسافة قصر، ما كانت مكة صغيرة وكانت جدة أيضا صغيرة وبينهما مسافة تبلغ 80 كيلو فهي أو 100 كيلو فهي مسافة قصر في الزمان السابق، لكن بعد تطور العمران واتساعه
لم يبقى بينهما مسافة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: سماحة الشيخ، هل يدخل إزالة الشعر بالليزر في الكي الذي يمنع من الدخول في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وجزاكم الله خيرا؟ 70,000 صعب أن الإنسان يكون منهم، لا يكون منهم إلا بأعمالهم، هم المقربون. 70,000 هم المقربون، وبعدهم الأبرار، وبعدهم بقية الأمة. هو بالمسألة بس أنه يترك الكي ويصير من 70، لازم يعمل أعمال 70,000، يعمل أعماله. نعم. وأما الكي بالليزر ما أدري، أنا ما أعرف حقيقته. نعم. أحسن الله إليكم. إذا كان فيه نار فهو مكروه، مكروه. إذا كان فيه نار وإحراق بالنار فهو مكروه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: من هم الذين أثبتوا الشفاعة مطلقاً، ومن هم الذين أنكروا الشفاعة مطلقاً، وما حكم من أنكر الشفاعة وجزاكم الله خيراً؟ الذين أنكروا الشفاعة مطلقاً هم الخوارج والمعتزلة، والذين يحكمون بكفر صاحب الكبيرة، يقولون صاحب الكبيرة كافر ولا يدخل الجنة، إنما يخلد في النار. لذلك نفوا الشفاعة، قالوا من دخل النار فهو كافر ولا يخرج منها. هذا على مذهبهم الباطل. الذين أثبتوا الشفاعة مطلقا هم الخرافيون والصوفية الذين يطلبون الشفاعة من القبور ومن الأضرحة ومن الأموات. هؤلاء أثبتوها مطلقا بدون شروط. نعم. والذين توسطوا هم أهل السنة والجماعة، فأثبتوها على موجب الأدلة الواردة فيها، لم يثبتوها مطلقا ولم ينفوها مطلقا، وإنما أثبتوها على ضوء الأدلة الواردة في الكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائلة تسأل وتقول: سماحة الشيخ، أشكل علي تشبيه صوت الله عز وجل بصوت جر السلسلة. ما هو هذا تشبيه صوت الله، هذا تشبيه الوحي، نزول الوحي، تشبيه نزول الوحي، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. تشبيه النزول، نزول الوحي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائلة تقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أول شافع وأول مشفع، هل يدل على أن طلب الدعاء منه وهو حي لا يسمى شفاعة، وما المقصود طلب الشفاعة؟ طلب الدعاء هذا شفاعة، الدعاء لأخيك هذا شفاعة له عند الله سبحانه وتعالى. ويطلب من أهل الصلاح وأهل التقوى، يطلب منهم الدعاء إذا كانوا أحياء وحاضرين، أما أن يطلب الدعاء من الميت أو من الغائب هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائل يسأل ويقول: صلينا الجنازة على رجل وطفل، وعند الدفن طلب أقارب الرجل الميت أن يدفن الطفل مع صاحبهم في قبر واحد، فما حكم ذلك وجزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة، في حالة الضرورة لا بأس بدفن الاثنين والثلاثة أو أكثر في قبر واحد. إذا كثر الأموات وشق أن يحفر لكل واحد قبر، فلا بأس أن يدفن، أن يجمع في القبر أكثر من واحد لأجل الضرورة. أما في حالة السعة والاختيار فكل ميت يدفن في قبر مستقل، الصغار والكبار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: معلوم أن بركة الرسول صلى الله عليه وسلم ذاتية، لكن لماذا لم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يتمسحون به كما يتمسحون بمن فصل من جسده صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا شيء لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم لهم،
ما شرع لهم أن يتمسحوا به، وهم وقافون عند أوامر الله ورسوله، ما يعملون شيء إلا بأمر، ولم الرسول لم يأمرهم أن يتمسحوا به. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. سائل يسأل: ما حكم من قال للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ادعو الله لي بالرحمة، ولم يقدم أي عبادة له؟ هل مجرد هذا الطلب شرك أكبر؟ حتى الميت، الرسول ميت عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون، الرسول ميت ومدفون تحت الأرض مثل غيره من الأموات، والميت لا يطلب منه شيء لأنه لا يقدر على شيء، لا يقدر على الدعاء. إذا مات الإنسان انقطع عمله، الأنبياء وغيرهم إذا مات الإنسان، أي إنسان، انقطع عمله، والدعاء عمل، فلا يطلب من الميت دعاء لأنه لا يقدر عليه. نعم. سماحة الشيخ، يقول السائل: هل من حضر مجلسا واحدا لأحد المشايخ يقول هذا شيخي؟ هواهم بقى يقول شيخي، ما في مانع، إذا صار تعلم عليه واستفاد منه ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. تقول السائلة: أنا مدرسة تحفيظ في مسجد، ويوجد في المسجد غرفة داخل المسجد، هل يجوز الجلوس فيها أثناء الحيض من أجل تعليم القرآن الكريم؟ وجزاكم الله خيرا. لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد، والمراد بالمسجد كل ما حال وحاشه سور المسجد، كل ما حاشه سور المسجد فهو من المسجد، والغرفة التي بابها على المسجد هذه من المسجد، أما الغرفة المجاورة التي بابها خارج المسجد وهي مجاورة فقط هذه ليست من المسجد. هذه كما لو كان بيتك بجنب المسجد، ما بينكم إلا جدار. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز رضاعة الكبير؟ وجزاكم الله خيرا. لا، لا تجوز رضاعة الكبير، الرضاعة في الحولين فقط، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الرضاعة من المجاعة، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، أما إرضاع الكبير لأجل يكون محرما للمرضعة هذا لا يجوز عند جماهير أهل العلم. وأما قضية سالم مولى أبي حذيفة هذه قضية عين خاصة، خاصة بها فقط. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم قراءة قصص الروايات التي تتحدث عن قصص بوليسية من أجل التسلية؟ الكذب لا يجوز، الكذب لا يجوز، ولا يعود الإنسان نفسه الكذب ويأتي بقصص خيالية مكذوبة، يشغل الناس بها ويشغل نفسه ويعود نفسه الكذب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: ما حكم صلاة المسافر خارج المملكة أثناء إقامته 20 يوما؟ هل تجمع أو تقصر؟ المقيم إقامة تزيد على 4 أيام يأخذ أحكام المقيمين، ينقطع السفر فيتم الصلاة، يصلي كل صلاة في وقتها كما لو كان في بلده، هذه إقامة تقطع السفر، هذا عند جمهور أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: إذا اختلف العلماء في حكم ما، فعلى قول من نأخذ؟ تأخذ ما قام عليه الدليل، تأخذ من أقوال العلماء الذي عليه الدليل، لأنك مكلف بالدليل، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فتأخذ من أقوال أهل العلم قام عليه الدليل وترجح بالدليل، لأنك مأمور باتباع الدليل ولم تؤمر بأخذ أقوال الناس. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول السائل: أمي تصوم الاثنين والخميس صيام نذر مدى الحياة،
فهل يجوز لها إذا كانت مدعوة لغداء أو عندها أو أنها مريضة أن تفطر ذلك اليوم؟ وإذا عجزت فماذا تفعل؟ وجزاكم الله خيرا. صوم التطوع لا يلزم إكماله، يجوز للإنسان أن يقطعه ويأكل في النهار، وإذا دعي فهو مخير، إذا دعي يجيب الدعوة ثم هو مخير بين أن يأكل ويفطر وبين أن يستمر على الصيام ويدعو لصاحب المحل وينصرف، يدعو له وينصرف كما ورد في الحديث. نعم، انتهى الوقت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.